تحت شعار الفقر والسعادة وابتسامة لا تفرق محياه. هو السيد مباركي محمد المعروف ببنوة القاطن بحي 17 جوان ببوسعادة. ظروف اجتماعية قاهرة وراتب من وظيفة في شبكة الاجتماعية لا يكفي نصف حاجيات أبنائه الخمسة. قادت بنوة لبيع البصل ليضمن مدخولا إضافيا يخفف من قسوة العيش. البصل يقوي النظر وله فوائد كثر وله مآرب أخرى. ماذا بيا نضحك مقاعد الشعب هذا وماذا بيا نعليه وماذا بيا وش رايك انا يا كون نعود مديقوتي على مديقوتي كون تعود عادي مثلا مانيش عارف شنو ياكل في الدار مشكل كبير. كي نجي هنايا وعود لي الانسان مقبلني هنايا كي نضحكوا وانا نظن عندي فايده بس ما في وجه اخيك ها صدقه. ولا القلب لا عاد فيه خبط عادي خبط عندك خبط هادي اللي تليق لك تبدا يوسي القلب طاق. بنوة ليس كغيره من الباعة، فروحه المرحة والأشعار يجعل الناس تقبل على طاولته المتواضعة. دار بدون بصل ليست بدار. أبتع شخشوخة ولا تع مختومة سواء لسماع أشعاره التي يلقيها أو للضحك والترفيه عن النفس عبر نكته وقصصه التي يرويها. عزوج كبيرة شافها راعي القلم ولاح بعينه شاف قبارة بحذاها حطها وليدها وبرم طرف الغابة صد عنها وخلاها راح الحال باقية تستنى ثم وحين استطول هالراعي نداها. خفة دمه وطريقة كلامه وطيبة قلبه ثلاثية تميز بنوة الزوالي وتنسيه قساوة الظروف المعيشية، فهو يسعى للقمة الحلال رغم صعوبتها على أن يبقى مكتوف الأيدي وينتظر صدقة من المحسنين. قالك إذا زادت الأسعار هرب البنوة هو الخيار، شري العالية لو كان قالي